بقاو جايز توغلات الدراري في السوق متوغلين عليهم هنا في السوق عرفتي شنو والله الا وليت منبود اخوتي. بعدا السلام عليكم خوتي خوتي في الله عليكم القناه ديالكم مراد مزوري فلوكس. اليوم غتكون عندنا واحد الاكله شهيه اخوتي. كنقلب دابا على الخرجه دابا كيسدو سدو كاع البيبان كيخليو باب واحد اللي كيخلي ما عرفتش فين هو. هو هذا هو هذا هو اللي كاين بوحده. والله الا وليت منبود اخوتي في هذا السوق هذا والله الا وليت منبود واش كيحملوني كاع بيردون شنقلب على الخبز نكملوا الفلوق ديالنا. بيت مالي الخبز مالي الخبز مالي الخبز يا انا يا ودي. هاي البنادارية اخوتي نمشيو نجيبو الخبز ناخذ غير جوج خبيزات ندير بهم كاسكروت. فانس سيتو سال سي ميسي كوتو كاون تينغو دي 7 1 دولار استو دي اكي 15 سنتابوس تينغو استو دي 5 1 دولار يا سي دا كوانت 7 كورون دولار 15 سنتاوس كذا. وحشي ناس اخوتي جايبين سبيكر كبير وميكروفون وجالسين طالقين على الناس بحال دوك اللي كاينين عندنا في المغرب اخوتي كيجيو بداو يطلقوا علينا فهمتي بحال الانتخابات والعيبات. يلاه مشيو للشومبر ديالنا كل فلوق في الشومبر. امشي يا امشي بحالاتكم دابا شي برا غادي نولي مطاري شي واحد فيهم هنايا. سو غاز حنا جينا جبنا واحد جوج خبزات غادي نديرو مو ماشي كامل غتشوفو بلاتي واحد جوج خبيزات هادو غادي نديرو بهم كاسكروت. خديناهم اخوتي بجوج دراهم ونص يعني هادو بجوج دراهم ونص 50 ريال مغربية بجوج دراهم ونص. هادي اخوتي كيبيعوها سخونة بخمسة دراهم باردة كتاخدها بخمسة دراهم وخمسين يعني 110 ريال خمسة دراهم وخمسين خمسة 55 سنت. كلاصية كولا الروز اخوتي تسالى ليا نورمالمون انا بجوج كيلو ديال الروز كدوز ليا الشهر لا مبقى والو بقى 3 ايام ونتخلصو. خديت الليبرة تقريبا 400 غرام ديال الروز كلاصي خديتو بخمسة دراهم سمعها الاسمينة خمسة دراهم قلت تقريبا نص كيلو بحال هكاك خمسة دراهم. اخديت هادي باش كنديرو الصوبة وهادي الخضر هادو اللي كتعرفو اخوتي هما مخلطين بخمسة دراهم كاين كلشي القرعة البروكولي الفول جلبانة كلشي كاين هنايا. القهوة حتى هي تسالات لي انا مبغيتش اخوتي نشري بزاف القهوة نشري كيلو ولا جوج كيلو حيت ما عارفش نقدر غدا بعد غدا فهمتي تنشوف تنهار نتخلص وانا عارفش غادي نديسيدي. هادي كدير اخويا كدير 25 سنت يعني جوج دراهم ونص. هادي كدير ليا ثلاثة الكيسان هادي قهوة كحلة ماشي نسكافي هادي القهوة الكحلة اللي كطيب مع الماء. هادي كدوز ليا ثلاثة الكيسان حتى ربعة ديال الكيسان ديال القهوة يعني غادي نصيب جوج كيسان دابا هاد القهوة منها وغدا الصباح من غنفيق كندير منها جوج كيسان اخرين باش كنفطر حتى انا في الصباح كنشرب جوج كيسان ديال القهوة 50 ريال. خدينا مطيشة وبصلة هادو بجوجهم بخمسين ريال عاوتاني جوج دراهم ونص 25 سنت. خديت اخوتي شنو اخر خديت نص كيلو ديال الكبدة ديال الدجاج بخمسة دراهم نص كيلو كبدة ديال الدجاج بخمسة دراهم وليت عاطيها الكبدة الدجاج. وخديت النقانق اخوتي هما ب 10 دراهم 10 دراهم ها هما اخوتي اربعه هادو فيهم التوابل العطريه وكلشي النقانق. ايوا نمشيو ندوشو عاد غادي نكملوا الفلوق ديالنا. سو غاز يلا بغيت نسلق الخضره اخوتي يلا في النص ديالها غنوريكم شنو وقع تموتوا بالضحك. بعد اول حاجه الفورنو وقع كوت سيركوي اخوتي واحد لاماس مع الضو ضراب والعافيه بحال العافيه داك لاماس شو كتشعل فران اخوتي ما عرفتوش تحرق ولا ما عرفت شنو. انا بغيت نفتحو اخوتي دابا الفيس ديالو لتحت هنايا مع لاصق داك الزيت داكشي لاصق مبغاش يتفتح ليا باش نشوف المشكل فين كاين. ها نتوما كيما كتشوفو دابا هاد الفيس هذا اللي كتشوفوه هنايا ها هو راه كتشوفو فيه الزيت مبغاش يتفتح. انا دابا عاد شنو انا هالفرن والله الا بالموس باش كنفتح فيه بالموس خليكم معانا تشوفو. هلا فيستا وتشوميرا هالكافيار والكوميرا الليموزين والكروينا كل شي في كازا. هلا فيستا وتشوميرا هلا كورنيش هلا فيلا هذا دوار السكويلا كل شي في كازا. Vous êtes tous des consommateurs.
في يا باكو سا. واخيرا فتحناها اخوتي هنايا، ها نتوما شوفوا شنو وقع. كي بغات تشوفوا راه السلوكه لصقوا مع بعضياتهم، ها لصقوا اخوتي هنايا، من لصقوا وقع كوتسير كوير باق. هذا تا هو، هذا مشى من بلاصتو تا هو من هنايا، خاصو نورمالمون خاصو يكون في هاد البلاصه هادي كما كتشوفوا الخضر هنايا، وفي هاد البلاصه هادي خاصو يكون هذا مشى، وهادو راهم تلاصقوا هنايا. ها شوف دابا خاصنا نشوف ضروري دابا في كلشي ساد، ما في ما كاينش ما نشري شي فورنو. عندي دابا الماكله، عندي داك الصوصيط، وعندي الكبده مازال ما قليتهمش، وخصني الروز نطيبو. غادي ريباري ونكملو صاخوت. انا ريباريتو دابا باش ما يتلاقاوش ليا السلوكه مع بعضياتهم. ولاو يدي ثقبت واحد الثقبه هنايا وفرقت السلوكه، هذا دوزتو من هنايا وهذا دوزتو من هنا باش يبقاوش يتلاقاو مع بعضياتهم. ندي باني واخوتي حتى الغدا ان شاء الله ويحن الله، نشوفوا بعدا واش خدام ولا لا. حاجه وقعت غريبه الدراري، قبل ما نقرا واحد الكومونتير نحطوه دابا، قبل ما نقراه قبل ما ندخل اليوتيوب ونشوف الكومونتيرات، انا اصلا هاد مول الكومونتير وهاد الكومونتير كنت كنفكر فيه سبحان الله العظيم. اين فوا فتحت نشوف التعاليق لقيت سبحان الله العظيم هاد السيد كاتب داكشي اللي انا باغي نقوله. صاو الكومونتير هو هذا كما كتشوفوا اخوتي. في المغرب كاين تقريبا شحال نقول لك الملايين اليوتيوبرز، الملايين راهم معروفين، علاش ما كتمشيوش عند بلا ما نبدا نسمي فيهم، على عند فلان وفلان 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 وفلان، وتمشيو عندك فلانات وتقول لهم تافك باردين ما باغيش تخدم وسير تخدم، تجيو عند مراد مزوري وكتبقاو تمسحوا في يديكم وتمسحوا في رجليكم. دراري اليوتيوب راه خدمه، حنا كنخلصوا الضريبه. انا يالله دابا مخلص الضريبه، كنخلصوا الضريبه في ميريكان، حنا ما عايشينش في ميريكان وكنخلصوا ضريبه. علاش انا كنخلص ضريبه كل شهر؟ هادي راها خدمه، هادي خدمه. ياك ما كتسحب لك لقيتي فلوس اليوتيوب باردين، خويا راه ماشي فلوس اليوتيوب باردين، حنا ما كنلقاوش شي حاجه بارده، حنا كنخدموا. دونك انا راه كنشري ماتيريال، كنشري التليفونات، كنشري شارجور، كنشري لك اخويا بزاف ديال اللعيبات. هذه اول حاجه كنانفيستي فلوسي. ثاني حاجه انا كنخرج كنهز كاميرتي كنضيع واحد 3 سوايع ولا 4 سوايع كنضيعها في الزنقه ولا في شي غابه ولا في شي خلا، وكنشد ترونسبور كنخسر فلوس في الكار، كنشد اوطيلات كندير من هنا كنصور، كنمشي لهاد البلاصه نصورها، نجي نصور من جهه اخرى، نمشي نقلب بلاصه اخرى نصورها لك، نقلب في جوجل ويكيبيديا على المعلومه على ديك البلاصه اللي انا فيها، ونبدا ندير سكريبت. شنو هو السكريبت؟ السكريبت هو انك كتوجد لواحد الموضوع كتقلب عليه باش ملي كتبقى تصور كتعرف شنو كتقول للناس المعلومات، زيد عليها انك كيكون فيها ريسك، زيد عليها كتقلب كتجي للدار كتولي كتقلب على الموسيقى اللي ما فيهاش كوبي رايت، يعني تقدر تحط ديك الموسيقى باش ما تاخذش مخالفه، قلب على ديك الموسيقى في اليوتيوب شحال ديال الوقت كتضيع، زيد عليها انك كتخسر وقتك في المونتاج كتبقى تمونطي وتقاد وتقطع، زيد عليها انك كتصيب المينياتور كتمشي عاوتاني تصيب تصويره وقطع من هنا ودير من هنا ودير عنوان من هنا، زيد عليها كتامبورتي، زيد عليها كتاكسبورتي، زيد عليها كدير العنوان، زيد كدير الهاشتاغات في صندوق الوصف، زيد عليها عاد شوف شحال ديال الخدمه. هذه واش هذه ماشي خدمه؟ واش هادي ماشي خدمة؟ واش ماشي خدمة هادي؟ هادي ماشي خدمة؟ ماشي خدمة كنلقاوها باردة، كنلقاوها باردة. عارف شنو هي اللي كنلقاوها باردة؟ اللي كنلقاوها باردة هي أنك ناس وفي الآخر الشهر كتاخذ الفلوس، هذيك هي اللي باردة. أنا راه ما كرهتهاش، نجيك من الآخر عشيري، نجيكم من الآخر، ما كرهتش أنا نبقى ناعس وفي الآخر الشهر نصور. أنا يا خويا يا عشيري أنا مين كنفيق مع الصباح دماغي مرون، فين غنصور؟ شنو غنصور؟ هاد البلاصة صورتها، ديجا صورتها، خصني نسافر نصور بلاصة أخرى، خصني ندير لا التفاعل طايح ليا. علاش طايح ليا التفاعل؟ حيت مابقيتش كندي بلاصة كنسافر بزاف، وليت غير في بلاصة وحدة، الناس صافي طلع ليهم ماشي في راسهم ديال هاد المدينة والسوق وليزان ديال، كتولي مع الصباح كتفيق وكتبقى تبرمج راسك وتشوف فين دير وتخرج وتقلب وشي طاكسي، يعني كتخسر فلوس. زيد عليها الا ما عندكش انترنت كتخسر الفلوس ديال التعبئه روشارج. وانا والله يا خوتي وحق الله انا راني عييت عييت عييت. عرفتي المغرب شحال فيه من يوتيوبرز؟ كيجيو عندي غير انا، بنادم من اليوتيوب مطلع العمارات وشاري الطوموبيلات وشاري معات الاراضي والفيرمات طياير، وما كيمشيوش عندهم يقولوا له وانا لا لا خاصني انا واقيلا تبان لك انا كنهز الحجر باش تبقى لي باش تبقاو لي نتوما على خاطركم. ما كنهضرش على هاد الناس كاملين، كنهضر على واحد الفئه باش تبقاو نتوما على خاطركم. انا ما كرهتش نلقى خدمه، مين نشوف خدمه تزيدني على خدمه اخرى، نشوف خدمه اللي نلقى فيها كرامتي، نلقى فيها راحتي، نلقى فيها حتى فلوس، ما قلنا عيب نمشيو نخدموها.
نمشي نخدم، انا كنقلب على خدمه اللي تكون مرتاح فيها. واش انا عندي خدمه ما كنضرب فيها تماره بزاف وكتجيب ليا اموال طائله ونزيد نمشي انا مشيت نخدم شي خدام اللي وريتكم اخوتي مشيت خدمتهم غنضيع عليا هذه الخدمه هذه، نبقى نجي عيان نجي مسخسخ ما عنديش الوقت اللي غادي فين فيلمي فين كثرنا بزاف في الهضره غادي نشوفوا الماكله ديالنا بعدا الفران راه وجد الدراري عندي لكم جوج حوايج. الفران بعدا راه تصلح، الغليظه راه جات سكنات اخوتي، الغليظه جات سكنات البارح رجعت سكنات والله ما هضرات ما هضراش كنغوت دابا ماشي كنغوت كنهضر دابا راه هاد اللقطه هادي فين كنصور لكم اخوتي راه كان 11 ونص ديال الليل وليتان ديال راه كينعسوا بكري فهمتي. وتحياتي للمنتخب المغربي وديما المغرب، نمشيو نتلاحوا عاوتاني نشوفوا الماكله فين وصلت. نوريكم دابا تشوفوا الماكله كي دايره، غتشوفوا هاد الماكله هادي غادي تقولوا شاريها على برا وراكم شفتوا طيبه. قبل ما غنوريكم هاد الماكله هادي كنقرا الكومونتيرات بزاف بزاف، والماكله عاطيها الماكله الجيفه، عاطيها الماكله الحرام، عاطيها الماكله مقجوجه، عاطيها اللحم ديال الحرام. يا خوت يا الخوت كنهضر مع شي ناس، كنهضر مع دوك الناس اللي كيقولوا الماكله، انا غنفهمكم الدين ديالكم حيت نتوما ما عارفينش الدين، تنقزوا في الدين ما عارفينش الدين ديالكم وجالسين كتنقزوا وكتاكل لحم حرام كتاكل جيفه. انا نشرح لكم بعدا اول حاجه، قبل ما نشرح لكم اول حاجه، هاد البلاصه هادي او هاد البلاد هادي ما كاينش اخويا اللحم الحلال ما كاينش. كل شهور انا كناكل في الحوت عييت بالحوت، يعني ما كاينش اللحم الحلال ما كاينش. اما بالنسبه لطعام اهل الكتاب فكما قال الله جل وعلا يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فالاصل ان ذبائح اهل الكتاب حلال سواء كان من اليهود او من النصارى، فاذا ذبحوا ما لم نحضر الذبح ونسمع مثلا باسم المسيح او باسم موسى او شيء يعني من الكفر لا ناكل. اما اذا لم نسمع وجاءتنا ذبائح وقيل هذا ذبح يهودي او نصراني فالاصل انها تؤكل ولا شيء في ذلك. وقيل دابا راكم فهمتوا فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ كتاكل لها بحرام كتاكل لها بجيب. غنوريكم الماكله كيفاش غتشوفوا انتم، راه قلت لكم غتقولوا شاريه ما شاريهاش، هاد لومبالاج هذا عندي انا. يا بسم الله اللهم بارك يا بسم الله. هنا كما كتشوفوا اخوتي هذا الروز مسلوق مع الخضره، كاين جلبانه كاين الفول كاين الخيزو كاين بزاف الخضار، روز مسلوق طايب مع الخضار شويه ديال الحار. هنايا كاين هاد الخضار هادو اللي هنايا هما اللي هنا سلقتهم زدت عليهم غير مطيشه والبصله. هنايا السوسيطا اخوتي كاينين جوج سوسيطات جوج اخرين غنوريكم فين مشاو، والكبده هي مقليين داكشي هنايا. يا سلام اللهم بارك وزيد في ذلك. دابا هادوك جوج خبزات اللي شريتهم قلت لكم غادي ندير بهم ساندويتش ما درتش بهم ساندويتش، شديت للسوسيطه دوك جوج سوسيطات ومع الكبده وقطعتهم مزيان مع البصله ومطيشه جاو. يا سلام عاوتاني يا خوتي الطبق درنا جوج خبزات ها انتما كيفاش جا داكشي يا خوتي. ها الصوصات لتحت والكبده ومطيشه وبصله الفوق، هذا اللي مهور اللي فيه الدغميره حيت الدغميره درتها هنايا. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. هنا الدراري عندنا الليموناضة هذه الليموناضة يعني بحال الحامض، هذه القرعة هذه ديال لورونج، هذه القرعة ديال البرتقال من الداخل فيها الليموناضة، السيترون واحد اللعيبة أخرى، والكرة اللي شربناها ناري يا خوتي. الماكلة 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 عرفتي باش غنبدا غادي نبدا. يا بسم الله نمبر 1 هذا عشيري هذا. صافي اخوتي كان هذا هو الفلوق ديالنا ديال اليوم، اللي ما دارش لنا لايك يخلي لنا واحد اللايك اخوتي باش تشوفوا اللايكات ديالكم، واللي ما كيتفرج فينا ما دارش ابوني دير لنا واحد ابوني من عندك نتلاقوا فلوق اخر. يلاه هذا عشيري هذا.